البدء بالحوار وتنفيذ التعهدات كانت العنوان الأبرز لنشاطات وبرامج الحكومة هذا الأسبوع. فتنفيذاً لمضامين كتاب التكليف السامي، بدأت الحكومة أول لقاءاتها الحوارية والتشكلية مع أعضاء المكتب الدائم ورؤساء وممثلي الكتل النيابية للتباحث حول محتوى البيان الوزاري، الذي أوضح رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أنه سيتضمن مؤشرات وبرامج واضحة محددة بمدد زمنية للتنفيذ. والتزاماً من الحكومة بتقوية الجهات الرقابية وتعزيز دورها في منظومة النزاهة ومحاربة الفساد والمحافظة على المال العام واحترام السلطة القضائية وحقوق الإنسان، فقد جاءت زيارة رئيس الوزراء إلى كل من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمجلس القضائي في هذا الإطار، حيث أكد الرزاز على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق القانون والعقوبة على من تثبت إدانتهم في قضايا الفساد لدى زيارته. ولدى زيارة الرزاز إلى المجلس القضائي، أشار بوضوح إلى أهمية الرسالة التي يقوم بها الجهاز القضائي في تعزيز واحترام حقوق الإنسان. كما طلب الرزاز في هذا الإطار من جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية في بلاغ رسمي متابعة إنفاذ برامج الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025 من خلال تزويد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء بالمستجدات من الإجراءات في هذا الموضوع، وتنفيذاً لما وعدت به الحكومة بالبدء بنفسها في تطبيق المزيد من إجراءات التقشف وضبط الإنفاق. فقد قرر مجلس الوزراء خلال هذا الأسبوع تخفيض النفقات الحكومية بواقع 151 مليون دينار وحصر مشتريات الحكومة من اللوازم بالصناعات المحلية وعدم استخدام السيارات الحكومية إلا للأعمال الرسمية، وتخصيص سيارة واحدة لكل وزير ومن هو برتبته ولكل حاكم إداري وموظف من موظفي الفئة العليا ومن هم برتبتهم، واعتبار الموافقات الاستثنائية السابقة لأي موظف عام ملغاة اعتبارا من تاريخه، والتقيد التام بعدم تغيير الأثاث أو شراء أثاث جديد إلا للضرورة القصوى، والحد من سفر الوفود واللجان الرسمية للخارج إلا للضرورة القصوى، وتقليص عدد أعضاء الوفد الرسمي للخارج بحيث لا يتجاوز 3 أشخاص بمن فيهم رئيس الوفد، والاستعانة بالسفارات الأردنية ما أمكن للمشاركة في اللجان والاجتماعات، والحد من استئجار مبان لصالح الحكومة إلا للضرورة القصوى، وتكليف وزارة المالية بإعداد خطة تدريجية للاستعاضة عن الأبنية المستأجرة بأبنية مملوكة للحكومة، واستمرار العمل بقرار اقتطاع 10% من رواتب رئيس الوزراء والوزراء اعتبارا من الأول من تموز المقبل وحتى نهاية العام الحالي، وبهدف الوصول إلى حل توافقي مع تجار السيارات الذين احتجوا في وقت سابق على موضوع الضريبة على مركبات الهايبريد. فقد خصص مجلس الوزراء جلسة له خلال هذا الأسبوع اتخذ من خلالها جملة من القرارات، ومنها تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات الهايبريد إلى 30% بدلاً من 55% حتى نهاية العام الجاري، وتخفيض الضريبة الخاصة على سيارات الركوب ضمن فئات محددة، والبقاء على القرار السابق المتعلق بإعفاء المركبات العامة كلياً على الكهرباء من الضريبة الخاصة على الوزن بالإضافة إلى المركبات العمومية والزراعية والإنشائية. وفي إطار آخر، أعلنت الحكومة خلال هذا الأسبوع عن استكمال جميع إجراءات استقالة وزرائها العاملين من عضوية شركات التضامين ومجالس الإدارة وهيئات المديرين في الشركات امتثالاً لأحكام المادة 44 من الدستور.